كلياتكم شفتوا غزل كيف صارت، وكلياتكم حابين تعرفوا نحن شو عملنا لها، كيف شدينا هاي الترهلات اللي بجسمها، كيف نحفناها من دون ما تعمل ريجيم، من دون ما تعمل رياضة. أصلا هي ما عندها وقت أبدا، وشغلة أبدا ما فيه حركة، شغلة كتير صعب، نهار كامل بس ما فيه حركة. لهذا السبب نحن تعذبنا فيها شوي. اللي عندها حركة رح تلاقي نتيجة أحسن. بكرة الفيديو رح ينزل على قناتي على اليوتيوب الساعة 9 المساء بتوقيت ألمانيا.